السلام عليكم، اهلا بيكم يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة شهر رمضان طبعا عملت الفانوس ده، بس مش بالتريكو بقى، بالكروشيه. مش عارفة رأيكم ايه فيه. هو كبير شوية، انا كنت عايزة اعمله بحيث يبقى ميدالية. انا عملت الحجم ده، ده طبعا مش هينفع ميدالية، هو يتعلق كده زينة للأطفال أو يتعلق اتحط. مش عارفة رأيكم ايه فيه. لسه اشتغلت على الهلال والنجمة دي، لسه الإبرة هي معايا. مش عارفة أكمل أعمل حاجة تانية ولا لأ، بس المهم أنا عايزة أشتغل معاكم وأوريكم الطريقة. طبعا طرق كتيرة موجودة، أنا عجبني الشكل ده، طرق كتيرة قوي، تصميمات كتيرة. هعمل زيه نفس التصميم بس على أصغر شوية بحيث ينفع ميداليا. هنشوف مع بعض. ده خيط قطن الأصفر، ده خيط قطن مصري، وده خيط تركي، ده تخين كذا فتلة شوية، يعني أكتر من فتلة. أنا هعمل بقى الحجم الأصغر بحيث ينفع ميدالية بالألوان أصفر واللبني. ده هنشوف مع بعض. هنبدأ ونعمل نفس التصميم ده بس على أصغر شوية. هنشوف مع بعض خطوة بخطوة هنعمله ازاي. هبدأ شغل الفانوس يا جماعة. هعمل الدايره اللي تحت دي باللون اللي هو اللبني ده، والجزء ده ممكن اعمله بالاصفر. هنبدا الدايره دي باني اعمل سلسله، وجواها زي ما انتوا اللي عارفين الكروشيه طبعا، وجواها انا بدأ هنا 9 غرز. هعمل الدايره واطلع منها، انا هنا عامله 9، الدايرة اللي في البادية بيها البداية 9، ممكن اقلل اخليهم 5 كفاية، عشان انا عايزة طبعا اعمله صغير. الخيط ده منسيت اقول لكم، الخيط ده اللي هو اليس ديفا القطن او الشلة، كله طبعا عارفه، سلك افكت. هو ده ليه تأثير، يعني فيه لمعة كده شوية، هل لمعة الحرير يعني. هبدأ بعمل 5 غرز في نص الدايرة. ثلاثة، 4، 5، خليهم 6 ونقفل. هنشتغل غرز حشو بقى. هشتغل اول سطر بعد ما عملت الدايره غرز حشو. اشتغل في كل الغرز اللي انا عملتها في غرز البدايه غرز حشو. انا نسيت اقول لكم الابره اللي بشتغل بيها نمره 2، مش عارفه باينه ولا لا، هي نمره 2. معلش يا جماعه انا غلطت، هشتغل في كل واحده 2 غرزتين حشو عشان الدايرة توصل. يبقى اول سطر دي هبتدي اشتغل في كل غرزة من الستة اشتغل 2 غرزة حشو.
واخلص اول سطر. كل غرزة عملتها فيها غرزتين حشو، يعني كانوا 6 هيبقوا 12 المفروض في اول سطر. المفروض يبقوا 12، 2 4 6 8 10 12. هروح على تاني سطر. تاني سطر بقى هنعمل غرزة في غرزة غرزة وغرزتين، هنعمل يعني غرزة فيها واحدة وفي غرزة فيها 2. اهو يعني مرة غرزة واحدة ومرة 2، هنا واحدة حشو هنا 2 حشو. واحدة اللي بعدها 2، واحدة. المفروض نعلم يا جماعة عشان نعرف اول السطر عشان ما نتوهش. هنحط علامة، انا هحط علامة اللي يعني بيتلخبط، انا برضو بتلخبط بصراحة يعني، بس بحاول اعلم اول السطر. يبقى هنعمل نكبر الدايرة بتاعتنا، ماشية. مرة بعمل غرزة بعمل فيها واحدة وغرزة بعمل فيها 2. نعمل فيه 2 اللي بعدها واحدة اللي بعدها 2. انا هعلم السطر وجود الفتلة بما اننا ما سبناها، كان المفروض ناخدها في الشغل اهو. او السطر اهو، ده السطر الجديد اهو. نعمل بقى في كل 2، السطر اللي جاي هنعمل يعني مرتين واحدة ومرة تزايد في التالت. مثلا انا ابتديت اهو 2، اللي بعدها هعمل فيه تزايد، هعمل فيها 2. همشي كده، همشي كده يا جماعة. السطر اللي جاي هعمل غرزتين في كل غرزة، يعني مرتين غرز كده، والمرة التالتة غرزتين حشو وهرجع لكم. أو اول سطر يا جماعة بعد البداية عملت زي ما قلت غرزتين حشو في كل غرزة، يعني 12. وعلمت بداية السطر بعلامة كده فتلة من اللون الاصفر عشان الواحد يبقى عارفة، عشان التزايد والبتاع. بعد كده نشوف. خلاص خلصت اول سطر، هعمل بعد تاني سطر بقى. مش كل غرزة هعمل فيها 2، لا هعمل مرة غرزة واحدة. هبدأ أول غرزة في السطر الجديد غرزة حشو واحدة، واللي بعدها فيها غرزتين. اهو ده تاني سطر، ومرة غرزة فيها غرزتين ومرة غرزة واحدة اهو. يعني التزايد هيبقى في غرزة وغرزة. بخلصه ونيجي للي بعده، هيبقى كل غرزتين نعمل تزايد. تزايد يعني غرزتين حشو في غرزة واحدة. اكيد اللي عارفين الكروشيه يعني كل سهل، ده سهل بالنسبة لهم. مرة تزايد يعني كل غرزتين،
السطر ده غرزة غرزة زي ما قلت، هخلصه ونشوف السطر اللي بعده. بعد ما خلصت السطر التاني اللي هو غرزة حشو واحدة وبعدها غرزة تزايد، عملت السطر كمان اللي بعده اللي هو غرزتين وغرزة تزايد، يعني غرزتين حشو وتزايد. هنبتدي السطر اللي بعد كده، ثلاثة حشو عادي وواحدة تزايد، واحد اثنين ثلاثة التالتة نعمل التزايد. خلاص يا جماعة في التالتة نعمل تزايد، يعني بنمشي نوسع بالتدريج، يعني ايه بنقلل التزايد طول ما احنا ماشيين. اول سطر في الاول خالص، اول سطر كان فيه في كل غرزة اتنين، السطر اللي بعده فهموا بس الطريقة، السطر اللي بعده غرزة حشو وغرزة فيها اتنين تزايد، السطر اللي بعده غرزتين حشو وغرزة تزايد، اللي بعده تلاتة حشو، وانا اللي فيه ده تلاتة حشو واحدة تزايد. تلاتة حشو واحدة تزايد، انا شغالة كده دلوقتي اهو. انا هخلص السطر ده اللي هو تلاتة حشو، وبعدين في اللي بعدها اعمل تزايد. واحد اتنين تلاتة، اعمل في اللي بعدها اتنين، واحد اتنين تلاتة، اللي بعدها اعمل فيها تزايد اتنين يعني مع بعض، واحد اتنين تلاتة تزايدين، واحد اتنين تلاتة تزايد في الغرزة دي. كده السطر خلاص قرب يخلص اهو، هشوف القعدة كبرت كده، انا حاسة ان القعدة كبرت كده، انا عايزة ابتدي اعمل التنقيس بقى عشان انا عايزة اعمله صغير عن كده، اصغر من ده. كده نبتدي نعمل تنقيس بقى بعد ما اشتغلنا كم سطر، بعد ما اشتغلنا واحد اتنين تلاتة عملنا اربع اسطر، هبتدي اعمل تنقيس، تنقيس مخفي، عايزة اعمل تنقيس مخفي زي ما اشتغلت هنا ده. هبتدي اعمل اول غرزة تنقيس في السطر ده، هاخدها كده الغرزتين، عملت همشي غرزتين وغرزة تنقيص، اخد طرف الغرزة اللي بعدها الاتنين اللي بعدها مع بعض كده، مش عارفة واضح ولا لأ، والمهم وبعدين اخدهم مع الغرزة التانية، هشتغل غرزتين حشو عادي وغرزة تنقيص. غرزتين حشو وغرزة تنقيس، وهكذا اخلص السطر ده على كده، هنشوف عشان الشغل يبتدي يلم. بعد ما خلصت سطر التنقيس يا جماعة، الشغل بقى كده اهو، هعمل سطر عادي بقى، هعمل سطر عادي من غير اي تنقيس السطر ده،
حشو، كل الغرز حشو لغاية ما اجي عند مكان العلامة هنا وهرجع لكم. يبقى كل بعد سطر التنقيص هعمل سطر حشو عادي كل الغرز من غير اي تنقيص، هخلصه اهو ونرجع للسطر اللي بعده. خلصت السطر عادي مفيهوش اي تنقيص، ابتدي اعمل السطر اللي جاي ده برضو فيه تنقيس تاني. هشتغل، انا حطيت هنا الخيط برضو عشان اخد بالي من بداية السطر. هشتغل تنقيس كل غرزتين تاني، كل غرزتين. انا هنا عايز الم بقى واصغر الدايرة، هعمل كل اتنين برضو. يعني انا ادي مشيت غرزة والتانية، وابتدي اعمل التالتة والرابعة تنقيس. شوفوا التنقيس ده يا جماعة ميبانش اهو، الطريقة دي اشتغل اتنين اتنين حشو واحدة تنقيس. واحدة حشو واحدة اتنين حشو واحدة تنقيص. اخلص السطر ده اتنين حشو واحدة تنقيص، اخلصه. شوف شكل القعدة بقى شكلها ايه. بعد ما خلصت السطر ده اللي فيه غرزتين حشو وغرزة تنقيص، هشتغل سطر عادي، هشتغل سطر عادي كل الغرز حشو. هشتغل الدور ده كله حشو ومن غير تنقيص. اللي بعده هبتدي اعمل تنقيس تاني، وانا يعني بقى عايزة اطلع على اضيق الحتة بتاعت الفانوس اللي هي دي زي هنا كده اللي هي هنا، بس بالتدريج تاخد وقت كده عما تطلع بالشكل ده. هشتغل السطر ده من غير تنقيص ونرجع نعمل تنقيس تاني كمان مرة. يبقى السطر الدور ده كله غرز الحشوة هشتغلها، شوف شكلها عامل ازاي. اشتغلت السطر اللي هو مفهوش اي حاجة العادي، وهبتدي اعمل تنقيس تاني، اعمل غرزة تنقيس وغرزة مفيهاش تنقيس. ده هيبقى اخر حاجة في التنقيس، لان قربت كده الدايرة دي تصغر معي. غرزة تنقيس الغرزة اللي بعدها غرزة فيها تنقيص وغرزة ما فيهاش، او خليها. انا بعمل يا جماعة مش على فكرة، انا عملت التاني مشيت على طريقة ثابتة، انما هنا انا بعمل على حسب ما انا شايفة. اشتغل خليها كل غرزتين، شكلها كده مش هتبقى هيبقى كتير، غرزتين حشو وغرزتين وغرزة. بعد ما خلصت السطر التنقيس ده بقى يا جماعة اهو الدايرة دي صغرت قوي خلاص. هبتدي بقى ايه ادخل اللون التاني واحشي، لان الدايرة ضيقت قوي، حتى كان المفروض احشي من قبل كده، صغرت خلاص. هحط حشو فايبر اهو قطع قطع كده واحشي املاها اهو، وازقها بالابرة كده او بقلم اهو، عاملاها كلها اهي.
بعد كده هبتدي ابدل واخد اللون اللي هعمل بيه التاني عشان اعمل الجزء اللي هو هرتفع بيه بالفوق من هنا. هبتدي امشي على نفس عدد الغرز باللون التاني، بعدين ابتدي اوسع بقى، اطلع اعمل تزايد عشان يكبر معايا من فوق. فهدخل بعد ما حشيت هدخل اللون التاني، بس هزود شوية تاني برضو من ال، حاسة ان هو عايز شوية فايبر كده. كمان بعد كده ابدل بقى، احط الخيط التاني مع بداية السطر الجديد. احط السطر الجديد وامشي سطر داير ما يدور زي بنفس عدد الغرز اول سطر، وبعدين ابتدي اعمل زيادة